كان كوت ديفوار في الفرق 12 على 9 اليوم في نسيت البطل الاول افريقيا. اكيد بانه لدينا مقارنه مع المنتخب الوطني المغربي هناك تراجع دائما على اللاعب ديدي دروغبا. ديدي دروغبا كيسدد تدخل ديال محمد الحاج، طريقه جميله باش دخل محمد الحاج. ديدي دروغبا بغى يلعب الكره مباشره للمرمى وضربه خطا لفائده المنتخب الايفواري. حتى الان كنتابعوا التمريره كانت طويله، البحث عن ديدي دروغبا، تسديده بالرجل اليسرى، خطا، هناك خطا، هناك خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي، ولكن الحكم خلى امتياز ديدي دروغبا ومحمد الحاج بطريقه ديال اللاعبين الكبار يتمكن انه حتى الان يوقف كل المحاولات ديال الموفينيو المتحرك في الرواق الايسر. المحاولات ديال فينيو دخل داخل تركي، حذاري حذاري من المحاولات. لاحظوا لاحظوا توظيفة للمنتخب الوطني المغربي، بديل في نادي ارينا الفرنسي، اكيد لعب بديل لاعبين كبار كبيتر سيتش امام الكره باش يوضعها في الشباك. كانت هذه ثاني افضل محاوله ديال المنتخب الوطني المغربي، وصلوا مكالو كيقود الهجوم ديال المنتخب الايفواري في الجهه اليسرى، ولكن تخرج الكره بعد مضايقه جيده ديال محمد الحاج. مره اخرى نتابع صالو مكالو المراوغات ديالو، لاحظوا الطريقه باش كيراوغ، يعني الى البحث عن ديدي دروغبا كان هناك خطا، كان هناك دفع من ديدي دروغبا، والحكم يعني افريقيا هو كيبقى قليل نظرا للقيمه التعادل غادي يخلي اللاعبين يبقاو مركزين في المباراه. لاحظوا لاحظوا المراوغه ديال ديدي وراء المحاولة الخطيره ديال المنتخب الايفواري، هو كذلك الى جانبيه يا توري اللي كيضبطوا الايقاع ديال وسط الميدان ديال المنتخب الايفواري. دي محاوله اللي فايده 100% يعني بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، تغيروا الاسماء ديالو فيما المرجع اليسرى دي سيرج اوريشو دي بلوه تدخل جيد ديال محمد الحاج اللي يتمكن انه يخرج الكره ديال المنتخب الوطني المغربي. تمريره في الجهه اليسرى والكره خرجت، الكره خرجت ديدي دروغبا يعني كيبحث على الطرق، كان في صراع. لاحظوا محمد الحاج يعني من الطريقه يعني صعب 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 جدا، لابد من ارتكاب اخطاء سواء على وحمزه بورزوق. محمد الحاج حذاري من الاخطاء، محمد الحاج للامام كيخرج الكره للشرط، شرط لفائدة المنتخب الايفواري اللي غادي يحاول يضغط انه في ترجع الكره عند منير عبادي.